احنا هنوضح اهم الابراج، مش لازم نقول لا هقول كله. طب قولي كله. الحمل بينتقم ازاي؟ الحمل بتهور واندفاع وعصبيه وتسرع، يعني في ساعتها طفولي جدا، بحس ان هو طفولي جدا، عارفه الطفل اللي تاخدي لعبته ضربه. ايه اللي يخليه يتحرك ناحيه الانتقام؟ هو لا برضه لو اتجرح في مشاعره؟ لو اتجرح باي صفه بقى، ده لو بكلمه، مش مشاعره بس، خدتي منه حاجه بتاعته، ملكيته، او من غير سبب. لا هو عصبي. بص المريخ بقى بتاع الحمل، فهعمل ايه؟ واخد من المريخ برج بقى الحرب، الحرب والنار، فبسرعه ما بفكرش، التاني بيرقد والتاني راسي، لا في لحظتها انا لسه هقعد افكر، لسه هقعد اخطط، وانت قاعد قدامي هنتقم منك. يعني فلنفترض قاعدين في انت وصاحبتك في قعده وهي حمل، وانت قلتي كلمه مش مقصوده مثلا، ايه اللي انت لابسه ده؟ لا 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 لا، ده انت وهتلاقي الرد بسرعه. ايه السرعه والتهور في رد الانتقام ده؟ سريع جدا جدا. الحمل المتهور العقرب ذكي، ذكي وراسي وهادي، خلاص. لكن انا بحس ان الحمل سرعته دي فيها براءه شويه وطفوله، مش بيقعد يرقد، ما فيهوش عارفه كل الواحد ما كان قد رد فعل سريع كده بيبقى فيه براءه شويه. ايه اكتر الابراج تانيه انتقاما؟ بلاش كلهم، نتكلم عن القوس. نتكلم عن القوس، احنا يعني احنا بنقول دلوقتي طبيعه القوس بيوظف كل طاقاته، لو حد ظلمه او حد جه عليه ضايقه يعني. او بصي بقى، لو عندي ايه، لو حصرف اللي ورايا واللي قدامي، لو عندي اي امكانيات هوظف كل طاقاتي في اني اخد حقي منك، يعني مش هوفر مجهود. انا عايز اعرف طريقه انتقام العذراء. عيني، مع ان انا عذراء انا عارفه، بس يعني هتقولي لي خلاص يبقى احنا كده صح ولا غلط؟ طب يا بنت كده قلتي عقرب، حمل، قوس. القوس هيوظف كل طاقته عشان هياخد حقه، ومش هينام الا لو خد حقه. اوكي خلاص. وانا عايزه اقول كمان بس على القوس، ان هو لو خد حقه مش بيهدى، الجرح بيفضل والظلم معلم حتى لو خد حقه. ده ايه ده يعني؟ ده شوية مش عايزه اقول سواد قلب، لكن هو من الابراج اللي بتعلم جواها قوي الظلم، لما مش بينسى بسهوله. طب نقول العذراء. طيب يا مفيد، قولي. العذراء بينتقم منك انه ينجح وانه يكون احسن منك. طب ده احلى طريقه راقيه في الانتقام على فكره. يعني انا شايفه اني هنتقم منك، انت ظلمتني او جرحتني او خنتني او عملت حاجه وانا ما استاهلهاش منك. طب انا هنساك خالص، انا مش شايفاك انت هوا، دي حقيقه، وانا هنجح، دي حقيقه، وانت لما هتشوفني نجحت وعليت ده الانتقام، انت لوحدك هتندم عليا. ده اروع انتقام. ده العذراء. لا ما في تريكه، وانا عايزه اقول لك حاجه. ايه التريكه الشريره؟ في تريكه شريره. لا انا هقول لك، هو العذراء بيشوف شريكه ايه. انت اقل مني اصدر عليك رد فعل، انت اقل مني حتى افكر اني انتقم منك. انا مش عايزه. بس ده حاطه في دماغه لغايه ما يجي له، لو جات له فرصه ان هو يلدعه. انت يعني خلاص بقى ما شفتيهوش، انت خلاص نسيتي، انت خلاص قفلتي الصفحه. وفعلا انت بتزودي بقى بصفتك مفيده على العذراء. لا وهقول لك حاجه، انت عمليه، انت لسه هتضيعي وقتك في الانتقام. لا لو جه تحت ضرسي خليني انجح. يعني لما بيجي تحت ضرسي لا بقى. لكن لو ما جاش تحت ضرسك هتقعدي حاطه دماغك معاه، مش هتضيعي وقتك انك تدوري عليه. لا العذراء ما بيضيعش وقته في الانتقام. بس لو جه مش هسيبه. طب هل في بتحس ان الانتقام حتى خساره فيك؟ طب هل في برج تاني؟ خلاص. الميزان، الميزان عادل في انتقامه جدا، لان هو ميزان. ميزان فايه؟ الأمور. شتمتني هشتمك. اديتني قلم مش هديلك قلم ونص. ساعتها. لا هو قلم قدامه قلم. القد بالظبط، يعني مش تالت ومتلت. مش ظالم. يعني العقرب تالت ومتلت. مش يعني ظالم وفاجر. لا مش ظالم لانه ميزان. فحتى لكل فعل رد فعل مساوي له في ومضاد له في الاتجاه. سرطان عشان الاخت. طيب طريقه انتقام السرطان ما بينتقمش. هقول لك ليه ملايكه. لا بصي يا سيدي، الراقي اخدان حقه هو السرطان. بيعمل ايه بقى؟ بتمشي على طراطيف صوابعك عشان ما تصحيش النايمين اللي ظلموني، النايمين اللي جرحوني، على طراطيف. بتنسحبي بتنسحبي بتنسحبي، وكيكفي العقاب ان انت حرمتيه من الحب والاهتمام والعطاء. انسحابك عقاب وانتقام لوحده. بيبص حواليه مش بيلاقيني. يبقى التجاهل يا ربي. التجاهل هو اللي عايز ملايكه بجناحات قاعدين جنبه. بتنسحبي كمان وانت حريصه انه يفضل يحبك، يعني انت مش بتنسحبي بأذية. يعني ما بتأذيهوش عشان بتحسي انك هتخسري لو كرهك. انت مكسبك في الحب اللي هيفضل يحبه لك طول عمره وانت مش موجوده، بيدور مش بيلاقيكي. فالسرطان يجيد الانسحاب، يجيد الانسحاب من حياه الناس اللي ظلمته وجرحته من غير ما يعمل. انا عايزه اخرج بره موضوع الانتقام. ده احنا لسه عندنا 12 عشان